فقرتنا هلا مع الدكتور عوني المدني. دكتور عوني المدني اهلا وسهلا. دكتور عوني المدني دكتور طب قلب اطفال. انت دائما ضيف دائم على البرنامج من البدايات، صحيح دكتور؟ اليوم حابين نحكي معك عن امراض قلب الاطفال، بالذات الخلقيه الكونجنيتال هارت انوماليز. شو بتقدر تحكي لنا عنها؟ أول شيء دكتور رامي مسي عليك وعلى تيم 7 دكتورز مميز وعلى السادة المشاهدين. تشوهات القلب الخلقية أو نسبتها 1%، يعني كل 100 طفل بنولد بيجينا طفل عنده تشوه القلب الخلقي. تشوهات القلب الخلقية بتنقسم لنوعين، 70% من الحالات بيكون تشوهات غير زرقاقية و 30% بتكون زرقاقية. بنقصد زرقاقية بتكون الشفايف، لون الشفايف واللسان زرق والأطراف زرقة، نسبة الأكسجين بالطبيعي هو فوق 90-95، بكون هالأطفال بكون نسبة الأكسجين منخفضة 60-70-80%. نبلش في التشوهات الغير زرقاقية. نعم. اللي هي الأكثر شيوعا بشكل حوالي 70%. الأكثر نوع هو فتحة أو ثقب بين البطينين، فتحة بين الأذينين، تضيق الصمام الرئوي، تضيق الصمام الأبهري، تضيق برزخ الأبهر. صار في ثورة كبيرة في علاج تشوهات القلب الخلقي. أنه أكثر واحدة منهم هاي شائعة؟ الفتحة، فتحة بين البطينين. فتحة بين البطينين أكثر هي تتصدر القائمة كلها. يعني قديش نسبتها تقريباً من تشوهات يعني القلب خلينا الغير نحكي زرقاقية؟ الغير زرقاقية 70%، زرقاقية 30%. فتحة بين البطينين بتيجي التوب تقريباً يمكن 50-60% من كلهم، من الفتحة بين البطينين. بعدين بيجي فتحة الأذينين، تضيق الصمامات، تضيق برزخ الأبهر. هاي بالنسبة لأنواعهم. الأكثر شيوعاً هي الفتحة بين البطينين، وهون بيعتمد إذا الفتحة صغيرة أو كبيرة. إحنا عادةً بنشخصها طبيب الأطفال اللي بسماعته بسمع صوت غير طبيعي بالقلب بنسميه نفحة، ودي لطبيب قلب الأطفال، بنفحص الطفل، بنعمل له السونار الإيكو، بنشخص الفتحة. هون بحدد مسار العلاج حجم الفتحة أو الثقب. إذا كانت الفتحة صغيرة 5 مليمتر فما دون، غالباً الثقب هذا مع الوقت بيبني عليه نسيج وبغلق. إذا كانت الفتحة أكبر 6-7-8 ميلي، إحنا بنباشر بالعلاج الدوائي مثل مدرات البول الليزكس، أو أدوية موسعة شرايين القلب من الأيسين هيبترز الكابتوبريل والكابوتين. وتطور الطب صراحة في العقدين الأخيرين في تطور يعني ملموس بالنسبة لتشوهات القلب الخلقية. الفتحات هاي اللي بين الأذينين تقريباً 90% من الفتحات ممكن نغلقها عن طريق القسطرة. يعني في داعي نبلش له المدرات والعلاج، ولا ممكن مباشرة نتجه إذا شفناها أنها فتحة كبيرة نتجه للقسطرة العلاجية؟ عادة زي ما حكيت لك بيعتمد على حجم الفتحة. إذا الفتحة 5 ميلي فما دون ما في داعي لإعطاء أي علاج كذا. إذا الفتحة كانت أعلى، طفل بكون حديث ولادة وزنه حوالي 3 كيلو إلى آخره، عادة نعطيهم فرصة إنه ينمو الطفل، يصير حوالي عمره بين 6 شهور والسنة قبل ما نباشر العلاج. قبل نباشر العلاج فتحات الأذينين لأنه ضغط الشريان الرئوي بيكون فيهم طبيعي، عادة بنغلقهم على عمر 5 سنوات. ممكن نستنى لخمس سنوات. خمس سنوات. أما فتحات البطينين إذا كان حجمها كبير 7-8 ميلي وكانت يعني قريبة جدا من الصمام الأبهري، هذولا نرسلهم للجراحة، جراح القلب يغلقهم عملية قلب مفتوح. إذا كانت في المسكولار سيبتم يعني بعيد شوي عن الصمام الأبهري، ممكن إغلاقها عن طريق القسطرة، ممكن عملها على عمر سنة أو أقل من ذلك. وعملية القسطرة الطفل بيروح بنفس اليوم ولا بحاجة لمتابعة وراها؟ إيجابية القسطرة العلاجية إيجابياتها كبيرة جدا الصراحة. أولا زي ما تفضلت إنه الطفل يوم واحد نجري ندخله على القسطرة، بنغلق الفتحة أو بنفتح الصمام أو بنوسع الشرايين، ثاني يوم بعد 24 ساعة بيروح. الشغلة الثانية الندبة الجراحة، الطفل إذا كان ولد أو كان بنت تفتح له صدره، الندبة اللي على الصدر والألم اللي برافق العملية الجراحية، الطفل هذا بنحطه على جهاز القلب والرئة الاصطناعي. الفترة الزمنية يعني الجراحة بدك عادة أسبوع، أما بالقسطرة العلاجية يوم واحد، ثاني يوم الطفل بغادر المستشفى. وفي موضوع مهم للناس اللي هو الكلفة، يعني يوم واحد مقابل أسبوع، فالكلفة بتكون أقل كثير.
الغير ازرقاقيه النت سينوتيك كونجنيتال، هاي شوهات ازرقاقيه دكتور رامي هم بتشكل حوالي 30% من الحالات، وزي ما حكينا عاده بكون اللسان الشفايف فيهم ازرقاق، نسبه الاكسجين في الدم نسب البلس اوكسيميتر بتكون تحت ال 90% عاده، وبنشخصها بالسونار بالايكو. وانواعها يعني في عندك انسداد تبدل الشرايين، اول شيء الطفل بيكون الشرايين بشكل ترانسبوزيشن جريد ار تبدل الشرايين، محل الرئوي والرئوي، الرئوي محل الابهر والابهر محل الرئوي، انسداد الصمام الرئوي اللي بغذي الرئتين، انسداد الصمام ثلاثي الشرفات اللي موجود على الجهه اليمين من القلب، رباعي فلوت، رباعي فلوت هذا اللي هو فتحه، وجود فتحه كبيره مع تضيق الصمام الرئوي، وفي تشوه الأوردة الرئوية. احنا بنعرف الأوردة الرئوية الأربعة بيجيبوا دم مؤكسد من الرئتين للجهة اليسرى من القلب على الأذين الأيسر، لسبب ما الأوردة الرئوية هاي بصبوا بالجهة اليمين من القلب أو بالجهة السفلية من الأوردة، فهدول تقريبا. وفي الجذع، في جذع مشترك. كيف علاجهم هدول عادة دكتور؟ تشوهات الإزرقاقية علاجها جراحي، دائما جراحي، جراحي. وعادة بنعتمد عادة على نسبة الأكسجين بنولد الطفل، تبدل الشرايين هذا اللي هو أكثر شيوعا بالتشوهات الإزرقاقية، عادة بنجري العملية على عمر أسبوع. يعني مباشرة بعد مباشرة، يعني احنا ما بدنا البطين الأيسر، لأنه البطين الأيسر بصغر، ببلش يصغر حجمه، فإحنا بدنا إياه نرجع كل شيء مكانه، فعادة نجريها على عمر أسبوع. التشوهات الثانية البطين واحد عادة تنعمل على مراحل، ممكن على مرحلتين او على ثلاث مراحل، وتقريبا هيك جراحي. فتشوهات ازرقاقيه علاجها جراحي، عن طريق الجراحه. شكرا كثير دكتور عوني، ان شاء الله اكون اعطيناكم فكره عن التشوهات الخلقيه اللي بتصيب القلب في الاطفال وطريقه علاجها. زي ما حكى لنا الدكتور عوني، في منها علاجها سهل وفي منها علاجها شوي معقد بحاجه لمراحل. شكرا كثير وضلكم متابعينا.